علم الطبخ بس للكبار، معنا بتتعلم وبتصيروا طباخين، من الأكل يكون صحي ومنه دار، والطبخة عنا منقايين، بس انتبهوا من النار، بس انتبهوا من النار، بتلاقوا حد السكين، بتلاقوا حد السكين، نتعلم لو كنا صغار، نتعلم لو كنا صغار، فينا نصير طباخين، فينا نصير طباخين. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من فانتاستيك ميلز. جهزوا الدفتر يلي عليه عم تكتبوا كل الريسيبات وما تروحوا لمحل، انا جويس ونادين رح نلاقيكم بعد شوي. اوكي، لا تحضير الماجيك كورن، انتم بحاجه اكيد حسب العدد 450 جرام من الكورن از الذره، وكمان بحاجه لقطعه صغيره من الزبده. شو رح نعمل اليوم جايز؟ نادين منيح سألت السؤال، لأنه اليوم رح نعمل ماجيك كورن. كتير هين وكتير سريعة تحضيرها. بس أول شي لازم ضلكم متذكرين إنه بس نستعمل الغاز لازم يكون معنا حدا كبير، مش هيك نادين؟ نعم. ولازم كمان بس نمسك المسكة يلي بتكون بالطنجرة ولا المقلية على الغاز يكون في شقفة، إلا إذا كانت هيدي المسكة ما بتحمى يعني خشب. اوكي، اول ستيب هي انه نحط الكورن. اكيد نحن جبنا كاسه كورن حوالي 450 جرام، صفيناهم من المي وهدول معلبات، فتحنا المعلبات، انا فتحتهم مش نادين، وهن لازم يتذكروا انه مش هن يفتحوا المعلبات، مش هيك مزبوط؟ ما انا بيجرحوا الايد. برافو برافو برافو، قولي لهم مرة تانية على صوت عالي. ما بيجرحوا الايد. انتبهوا لانه بيجرحوا الايد، ما بدنا نجرح ايدنا. بعدين بندور الغاز، ما من قوي كتير، ومنحرك الكون بس شوي صغيرة على النار. اوكي، انا رح حركن وبرجع بشوفكن بعد شوي صغيرة. بس شو هي الأرخص والأقدم من أواني المطبخ؟ الملعقة، الشوكة أو الصحن؟ الملعقة. نادين بليز تعطيني البتر. أوكي. الزبدة، نحن عادة ما لازم نستعمل كتير زبدة، شو بيصير بالزبدة؟ بتنصح ولا بتضاعف؟ بتنصح. رح نحط بس شقفة صغيرة من الزبدة بالنص، اوكي؟ بنحطها بنص المقلاية، انتبهوا، بنبعد دايما وجهنا عن المقلاية، وفوقها بنحط الكورن. بنصير بالملعقة نبرمون ونشقفها لحتى كل الزبدة تدوب، اوكي ماريا؟ يلا بدي اطلب منك تيجي لعندي لحتى انا وياكي نحرك. يلا حركي. ضلك بعيدة، بنضلنا مسكت. برافو. اوكي، عمليها هيك شوي من هون. ونرجع بنفس الوعاء يلي يعني بنفس الكاسة اللي كنا حاطين فيها الماجيك كورن، نرجع بنحطه فيها، مش هيك؟ ماريا واقفة على ستول صغير حتى تبين طويلة، مشان هيك هيدا الصوت اللي عم تسمعوه. اوكي، صارت جاهزه. بنقرب الكاسه على الطنجره، ما بنحمل الطنجره اهون، بنصب الكورن بقلبه. اكيد اذا بدنا بنزيد ملح، هدول لماريا. ننطرهم، رح اجيب لك شويه ملح. اوكي ماريا، بتحبي كثير ولا شوي الملح؟ شوي شوي بس. لكينا ماريا رح تدوق. شو ماريا رح تدوق؟ نادين رح تدوق. اوكي، دوقي لنا اياهم، شوفي لنا اذا طيبين. طيبين. هيك نمسك الملعقه. اوكي يلا امسك الملعقه لشوف. دوقي بعد وحده كتير كتير كبيره. نشوفكم بعد شوي سخنين كانوا ننطرهم.
اليوم بفقرة ريدينج معنا مشترك جديد رح يعرف عن حاله. بونجور. بونجور. شو اسمك؟ ميشيل زارا. ميشيل. ميشيل وسالين ونينات رح يتبايروا بمسابقة، هلا رح تعرفوا شو سرها. اسمعوني كثير منيح، اوكي؟ أنا رح فرجيكم صور. فرجيكم صور واهم شيء اهم شيء انه تشوفوها لانه بسرعه رح فرجيها وبعدين رح اخبي الصوره وانتم رح تكتبوا شو شفتوا، اوكي؟ اتفقنا؟ يلا. واخر شيء رح نشوف مين حزر اكثر شيء الصور ومين كتب اكثر شيء كلمات هو بيكون ربحان معنا، اتفقنا؟ اتفقنا؟ انا شفت الصور من مجله وانتم كمان قصيتهم، فيكم انتم كمان تقصوا صور وتلزقوهم وهيك تلعبوا هاللعبه مع اصحابكم قبل الاكل بعد الاكل، اتفقنا؟ يلا سليم. اها عم بخبوا الاوراق حتى ما حدا ينقل من حدا سر اللعبه. واحد اثنين ثلاثه. نينات خلصت، رح فرجي صورة تاني. واحد اثنين ثلاثة. وانتو كمان اكيد بالبيت فيكن تجيبوا قد ما بدكن صور وتلزقون. واحد اثنين ثلاثة، رح فرجي اخر صورة تنشوف المشتركين مين اكتر شي كتب. أول شيء رح فرجيكم صور. أول صورة هي صورة دورا. مين كتب دورا؟ أها سالين كتبت دورا؟ أوكي. بليز ميشيل المشترك الجديد اللي معنا رح يقلنا كيف منكتب دورا. D-O-R-A. كتير منيح، برافو ميشيل. تاني صورة كانت معنا هي صورة بانتالون. اوكي. نينات سوري كتبتها بالفرنسي بانتالون. نينات بليز. P-A-N-T-A-L-O-N. كتير منيح، برافو يا نينات. ثالث صورة معنا هي حدا كتبها؟ أنا كتبت. أوكي. نينات كتبتها، بليز بتقولي لنا شو شايفة وشو كتبتي؟ كتبت بالإنجلش. أوكي. Table of food. Table of food. أوه كتبت جملة. Table with food بنقول. أوكي نينات؟ أوكي. بليز. أنا بس كتبت table. كيف بنكتب table؟ في بالمو؟ T-A-B-L-E. لكينا كان معنا ثلاث صور. أول صورة دورا، تاني صورة دورا D-O-R-A، تاني صورة هي صورة بانتالون، بانتالون P-A-N-T-A-L-O-N، وتالت صورة هي تابل ولا تيبل، بتنكتب زيت الشي بالفرنسي وبالانجلي بس بتنلفظ بغير طريقة. تابل تي ا بي ال ا. وهيك منكون تعلمنا ثلاث كلمات كيف منكتبهم وكيف منلفظهم وتسلينا، ما هيك؟ تسليتوا؟ اوكي، هيدي اللعبة فيكن تلعبوها مع اصحابكن انتو بالبيت. باي.